نتكلم بقى شوية عن الموضة والستايلز بمننا في بروجرام موضة. اللي أنا عارفة عنك إن أنتي ترند ساتر، يعني أنتي ما بترتبطيش خالص بالموضة، هل ده صحيح؟ يعني لو الموضة طلعت شمال ماليش دعوة يا جماعة، أنا لوحدي، أنا بحب كده، ده حقيقي؟ ده حقيقي. طيب بتقدري تعملي ده من خلال شغلك، ولا في بيبقى ستايلست هو اللي يعني بيقود الليلة دي؟ يعني هو لا، في الشغل ده حاجه تانية، انا بتكلم على انجي بره الشغل. جوه الشغل انا بحترم راي المخرج وراي الستايلست، وبنشوف الشخصيه محتاجه ايه. يعني خلي بالك هي الشخصيه اللي بتحكمنا، مش انجي خالص، انجي بتطلع عين.